السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي محمد بوصفحة، ملقب بمومو، منشط إذاعي. بغيت نقوم ونسجل هذه الفيديو هذه باش نتواصل معكم نتوما الناس اللي مولفين كنتواصلوا معاهم عبر الفيسبوك، عبر تويتر، عبر يوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الفيديو هذه بنشرح لكم بزاف الحوايج، الحملة الانتخابية على الأبواب، الانتخابات على الأبواب. إذا مهم أنكم تكونوا مقيدين ومقيدات، وغادي تمشيو تصوتوا، تعرفوا لمن غتصوتوا. هاد السنة هادي عندنا واحد البرنامج، وعندي واحد البرنامج اللي هو برنامج كيخصكم كاملين، برنامج اللي غادي نوعدكم به، ولكن غادي نحقو، لأنه منذ سنين وحنا كنحقو يعني جميع الوعود ديالنا اللي وعدناكم بها. كنوعدكم في البرنامج، وكنوعدكم وكنقولها باسمي أنا، عاد قلت أنا، كنوعدكم بالنشاط، كنوعدكم بالفياق بكري، كنوعدكم بالكادويات، كنوعدكم بالتبرع، كنوعدكم بأنكم غادي تكونوا بخير، وكنوعدكم خصوصا للسنة المقبلة، كنوعدكم ب هادي خبر الزينة. وهاد الوعود هادي عتق على الرقبة ديالي. إذن أنا كنقول اليوم وكنتحمل المسؤولية ديالها، محمد بوصفيعة الملقب بمومو غادي نترشح للسنة السابعة في رئاسة المورنينغ دو مومو على إتراديو. إذا كنطلب منكم تصوتوا حزب إتراديو، وحزب إتراديو 100%.